نداء تونس هو حزب الأغلبية، لكن نلقاو اللي ما عندوش أدوار بارزة في المناصب الحكومية. ومؤخراً لأظهر العكرمي الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب يستقيل ويقدم رسالة من 7 صفحات لخص فيها الموجود والمنشود بين مطالب الشعب ومردود الحكومة ككل، وهي استقالة عكست الأزمة بين الحكومة والنداء، بما أن العكرمي أعلن صراحة على عدم رضاه على أدائها. من جانبه القيادي في النداء المنذر حاج علي زاد أكد المشكل القائم مع الحكومة من خلال تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك فام. نعتذر للشعب التونسي باسم نداء تونس وباسمك الأصوات اللي جاتنا وباسمك الناس العيني اللي حلمت باش نغير الوضع في البلاد أن لحتى الآن ما خيرناش. نعتذر للتونسيين جميعا لأنكم عاجزين. لا لا لا، الوضع الحكومي هذا يفرز هذا. منذر الحاج علي انقد أداء الحكومة ورجع على تعاملاتها وكيفية تقسيمها للأدوار، كيف ما تسائل عن القضايا المكلفة بها، وأكد أنه فما ضعف كبير في المردود ما يستجيبش للمرحلة ولا للمهمة اللي انتخبت من أجلها.